ازيك يا جماعة؟ معاكم يحيى. استحملوني كده بقى عشان انا بردان جدا ومتكتك معرفش من ايه. انا ما كنتش بسقع كده زمان، بس انا حرفيا متجمد. يعني انا قاعد بالجاكيت في البيت طول الوقت او تحت البطانية، يعني يا بالجاكيت يا تحت البطانية. المهم احنا النهاردة هنتكلم عن عروض التوفير بتاع شهر فبراير من سبونسر فيديو النهاردة 2B. بيعجبني قوي ان 2B عندهم مواسم كتير للعروض، يعني مش بيقدموا لنا عروض بس في البلاك فرايداي او في موسم معين في السنة، لا ده عندهم كذا موسم. وعروض التوفير بتاع شهر فبراير هي بمناسبة عيد ميلاد 2B. طبعا 2B عندهم عروض على شتى انواع المنتجات ومختلف انواع المنتجات التقنية، هنتكلم عنهم كلهم دلوقتي. بس الاول خلينا نتكلم عن اهم حاجة، ويعني اكثر العروض اللي بتسرني انا شخصيا هي عروض الموبايلات. طبعا في عروض قوية جدا على شتى انواع الموبايلات، مش بس اللي انا اتكلم عنهم دلوقتي. فلو عايز تفرج على كل العروض طبعا لينك موقع 2B تحت الفيديو في الديسكريبشن. بس خليني اقول لكم على اقوى العروض اللي فعلا بتقدم صفقة قوية جدا، ونبتدي باول واحد واقوى واحد، وهو عرض على موبايل سامسونج S20 FE. الموبايل اللي سامسونج نزلته عشان تقدم لنا كل مميزات الفلاكشيبس في سعر رخيص. الموبايل ده اول ما نزل كان سعره 12,000 جنيه، وحاليا ممكن تجيبه بسعر اقل من كده شوية، ولكن مش هتلاقيه بالسعر القليل ده غير عند 2B. الموبايل سعره 8,999 جنيه، يعني اقل 3,000 جنيه من سعره الرسمي وقت ما نزل. 9,000 جنيه بتدفعهم بتاخد تقريبا نفس تجربة فلاكشيب السنة اللي فاتت الS20. وبأننا جبنا سيرة سامسونج، فخليني اقول لكم برضو على احد العروض اللي موجودة تبع سامسونج. لو انت عايز تقسط فممكن تشتري سلسلة S21 الجديدة، S21 ألترا مثلا، ممكن تشتريه بالتقسيط على 24 شهر بدون اي فوائد. وزي ما قلت لكم مش دي بس العروض بتاع سامسونج، في عروض تانية على مثلا على A71 وعلى M51 وحاجات تانية كتير. من العروض القوية جدا برضو اللي موجودة على موبايلات ابل الايفونات، اللي لفت انتباهي جدا هو عرض على الايفون 10R بسعر 11,200. طبعا ده سعره بالضمان الرسمي، ضمان الوكيل اللي هو تريد لاين، اللي هو اصلا بيبيعه ب 12,200، يعني هتوفر تقريبا 2,000 جنيه. ولو انت عندك استعداد تشتري موبايل من موبايلات هواوي اللي ما بتدعمش خدمات جوجل، ففي عروض خرافيه على الموبايلات دي. الميت 30 برو مثلا ب 12,999، بس المغري ايه؟ المغري انك هتاخد معاه الهواوي جي تي 1 الساعه الذكيه وسماعة هواوي فري بادز لايت، فده عرض ممتاز. وفي برضو كمان الهواوي نوفا 7 SE، النسخة اللي فيها 8 جيجا بايت رام ومساحة داخلية 128 بسعر 4,800 جنيه، وبيجي معاها هدية هواوي باند. طيب بعيدا عن الموبايلات بقى، زي ما قلت لكم في عروض على حاجات كتير جدا. اصلا يعني 2B عاملين يعني لقب كده للفبراير التوفير، مسمينه المره دي ايه؟ عاملين قلبان، لان هم بيقدموا خصومات بتوصل لغايه 70%. وكل يوم على الموقع هتلاقي في عرض على منتج مميز هو اللي بيبقى عليه اكبر خصم. هتلاقي بقى عندك مثلا تابلتس بتبدا من 999 جنيه، ولابتوبس بتبدا من 2,700 جنيه. اللابتوبس على فكره دايما بتبقى عندهم 2B عندهم عروض مميزه جدا على اللابتوبس، وتقسيمه الموقع في السكشن بتاع اللابتوبس ده بتبقى حلوه جدا. لما تفتح الصفحه بتاع اللابتوبس هتلاقيهم مقسمينها لك ايه، عايز لابتوب للطلاب ولا لابتوب خفيف ورفيع الترا بوك يعني، ولا عايز بروفيشنال لابتوب للشغل والمهام الصعبه، ولا عايز جيمنج لابتوب. وفي كل سكشن من دول بقى هتلاقي عروض على لابتوبس مميزه جدا. عندك كمان عروض على تلفزيونات بتبدا من 1,899 جنيه، وساعات ذكيه ب 80 جنيه. طبعا بقى في عروض على الاكسسوارات والاكسسوارز دي بالعبيط، كنت تجيب باور بانك بيبدا من 100 جنيه، شواحن وكابلات بتبدا من 9 جنيه، وسماعات وايرلس، سماعات توتالي وايرلس يعني زي الايربودز كده مثلا، بتبدا من 300 جنيه، وعليها ضمان سنه على فكره. فبس كده، هي دي حمله فبراير التوفير. لازم طبعا تزور موقع 2B من اللينك اللي تحت الفيديو في الديسكربشن، وخش لم لك شويه اكسسوارات من الحاجات دي. يعني انا بجد بفكر ان انا لم لي شويه حاجات كابلات وحاجات، عشان انا دلوقتي فعلا محتاج شواحن بسبب ان الايفونات الجديده معهاش شاحن، وانا بعت بعض الايفونات القديمه فما عادش معايا راس شاحن، ففعلا محتاج اشتري شواحن. طبعا في طرق دفع كتير جدا، ممكن تدفع كاش عادي او ممكن تقسط، ممكن تقسط مع فاليو او امان او البنك الاهلي مثلا. وبس كده، هو ده كان كل شيء. شكرا جدا لـ2B على رعايه هذا الفيديو، واشوفكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله. يلا سلام.